بالنسبة للناس اللي بتتكلم يا أستاذ عبد الله عن بيحصل مشاكل بينه وبين زوجته وبينه وبين أولاده، الشغل واقف معاه، الدنيا واقفة معاه، هل ده ليه ناتج معين أو ده بيتكلم عن شيء معين ولا دي تخيلات أو هم ما أخدوش بالأسباب؟ في ناس كتير بتاخد بالأسباب، طبعا الناس بتجي لنا كتير وبتقول إن هي بتاخد بالأسباب، ولكن في وقف تام. يعني بيقول في ناس بتيجي بتقول إن أنا عملت أكتر من 20 مشروع مفيش مشروع يتم. غير كده مصاحب بقى بالعلامات اللي احنا قلنا عليها، في علامات موجوده بتدل على سحر المنازل، برضو نذكرها سريعا كده، اللي هي وجود الحشرات بشكل مبالغ فيه مع نظافه المنزل، طبعا اعزكم الله اللي هي الصراصير او الدود او النمل بعدد كبير جدا على حليان المنازل وعلى عتبه الابواب، دي بيدل برضو على وجود مشكله بالمنزل، ممكن يكون سحر وغالبا ما يكون سحر مرشوش بالمنزل. وفي برضو من العلامات المشهوره جدا اللي هي في منطقه في البيت معين ممكن تكتشف الموضوع ده، اللي هو المطبخ، بتحس بسخونه، بتحس بجسم سخن بيمر من جنبك. عادي جدا يا استاذ عبد الله، يعني انت لو بتتكلم من ناحيه ان في صراصير او نمل او حاجات من دي في المطبخ، حضرتك انا بقول لك لا, لا 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 انا بقول لحضرتك لو الموضوع مصاحب بنظافه جديده، يعني في اماكن بندخلها راقيه جدا ونظافه كبيره جدا، وبتتفاجئ ان النمل ده مهما استخدمه مثلا اي مبيدات او اي حاجه، الموضوع ده منتشر، ويعني بطريقه في الملابس داخل الملابس، وارد ان يكون الملابس شخص معين. يعني في ناس بتحكي لنا بتقول ان النمل موجود بعدد كبير جدا في دولاب شخص معين، الزوج او الزوجه، وجنبه الدولاب بتاع الزوجه، ومفيش فيه اي حاجه زي كده. طيب احنا معانا محمد من الجيزه، معانا مكالمه.